تمييز بخاري بطريقة فنانة. استخدمت خبازة هوم إليك 2600 واط وعليها ضمان 3 سنوات. كيلو دقيق مع 2 كوب حليب جاف، 4 ملاعق سكر، 3 ملاعق خميرة، ملعقة صغيرة ملح، نص كوب زيت، ونعجن بموية دافية. نتركها تتخمر لمدة ساعة. بعد ساعة نهبطها ونقسمها، وراح نحتاج لموية وسمسم وحبة سودا. مخدة التمييز راح تساعدني اني انقل قرص التمييز للخبازة بدون ما يتخرب شكلها. فردت العجين وبأطراف اصابعي ابلله بالموية واضغط على العجين عشان اشكله. سمسم وحبة سودا وبمسمار التمييز ازينه، وممكن تستخدم الشوكة. نقلت القرص لمخدة التمييز وعلى الخبازة. عاير درجة الحرارة على 180 درجة. صار عندنا ألذ تمييز بخاري بأسهل طريقة ومع أحلى خبازة.